يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. كريم، المغرب بقى بيتعامل معاه ازاي؟ شوف، هو طبعا منتخب مغربي من ساعه بدايه البطوله ربما بيلجا ل 4 4 2 او 4 4 1 1 قدام منافسين ما اعتقدش هم من نوعيه منتخب مصر او تونس او نيجيريا او السنغال. ال 4 4 2 اكيد بتدي له مساحه هجوميه كبيره جدا وبتدي له افضليه على المنافس، ليه؟ ان هو اوريدي اول 4 4 2 بتتلعب في الشق الهجومي تحول لكام؟ ل 2 4 4. انت حتى لو بصيت هتلاقي ان اشرف حكيمي لما بيطير للامام هو بياخد الجناح الهجومي ولوزا بيخش جوه جنب المهاجمين، ونفس الامر على الناحيه الثانيه عند ماسينا وعند بوفال. طيب قدام ملاوي انت تقدر تلعب. انا اشك تماما ان خليلوزيتش يتجرأ وينزل بكره قدامنا ب 4 4 2. اشك على المستوى الشخصي ان هو يلعب بيه ايوب الكعبي ونصيري في الخط الامامي كاثنين رؤوس حربه صراحه، لان ده بصراحه هيبقى في وجهه نظري انتحار فني. ليه؟ لان انت عارف ان ايوب الكعبي، احنا طبعا ايوب احنا عارفينه ومتابعين اسلوب لعبه مع نادي الوداد، اي اثنين يعني رؤوس حربه صعب جدا جدا تطلب منهم ان هم يردوا للدفاع. اكيد بوفال ولوزا بيردوا وبيساعدوا اشرف حكيمي، وطبعا اكيد وماسينا، واكيد طبعا الجبهه اليسرى للمغرب اللي هتبقى اليمنى لينا تبقى افضل لنا للهجوم عن الهجوم على الجبهه اليسرى للجبهه اليمنى للمغرب من هي الناحيه اليسرى بالنسبه لنا. احنا ما نهاجمش على اشرف حكيمي لان اشرف سرعه ارتداده من الهجوم للدفاع خارقه خارقه بصراحه. على فكره انت وانت بتتكلم فتحت كده موقع مغربي، مواقع مغربيه النهارده كلها بتتكلم النهارده ان ايوب الكعبي غالبا مش هيبدا المباراه. بص، انتحار يعني بكره. انا بقول لك ده في وجهه نظر شخصيه. هو السؤال هنا يا كريم، هو ماشي، هو ممكن ايوب الكعبي ما يبداش، بس هم عندهم برضو داهيه تانية اسمها مايي ده كان هداف التصفيات كاس العالم. فهو مايي كان غايب طول البطوله ولسه راجع الماتش اللي فات، فايوب الكعبي الماتش اللي فات كان سيء جدا جدا، فمايي نزل مكانه الشوط الثاني. فهو لو ايوب الكعبي ما مشاركش ممكن يلعب مايي. لا بس انا ما بتكلمش على اسماء. اول ما بتكلم على اسماء دلوقتي بتكلم على الفورميشن نفسها، على الطريقه. انا هلعب بايه؟ ايه الشكل اللي انا هلعب بيه؟ بلاعب منتخب مصر، بلاعب تونس، بلاعب السنغال، بلاعب الجزائر، بلاعب نيجيريا. في وجهه نظري يجب ان هو الطبيعي ان هو او المتوقع ان هو هيلاعبنا ب 4 2 3 1 او 4 5 1. مشكله المغرب في البطوله دي ما عندهمش بلاي ميكر. مفيش بلاي ميكر بسبب عدم انضمام زياش. زياش اصلا هو اللي كان بيعمل الدور ده، سواء ان هو حتى لو بدا على الطرف هو بيخش الملعب ويعمل دور صانع لعب. انت استبعدت زياش لاسباب انضباطيه مش اسباب فنية. ومن وجهه نظر خليلوزيتش ان عدم وجود زياش بيعمل له انضباط في اوضه اللبس. طيب انا وجهه نظري، خلينا نتكلم بالارقام عشان تبقى الارقام واضحه. يلا، المنتخب المغربي من الثلاث جبهات، بنتكلم اليسرى والعمق والجانب الايمن، دي النسب اللي بيهاجم بيها. 33% من هجماته من الجانب الايسر، 25% من هجماته من العمق، 42% من هجماته من الجبهه اليوم بتاع اشرف حكيم. وبالتالي يبقى الاطراف بتاعه المنتخب المغربي بتمثل ثلاث ارباع، 75% من هجمات المنتخب المغربي بتيجي من على الاطراف، ما بتجيش من العمق. وده طبيعي ونتيجه طبيعيه لطريقه 4 4 2 اللي انت كل اللي عايز تعمله انك عايز تطير الاثنين فول باكس بتوعك عشان يعملوا الكروسات. وبالتالي لما نيجي نبص على عدد الكرات العرضيه اللي تم لعبها في مباراه ملاوي، دي الصوره اللي انت كنت بتتكلم عليها، اللي هي الصوره الاولى. الصوره اللي بعديها لما نجيب بقى اللي هي بتاعه الباسز اللي مكتوب عليها باسز، ونبص على الكرات العرضيه اللي تم ارسالها في مباراه ملاوي، 30 كره عرضيه. لا دي الاتمت، دي محاولات، في صوره ثانيه مكتوب عليها باس بالظبط كده. 30 كره عرضيه في مباراه واحده، رقم كبير جدا 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 يتعمل من الفريق في مباراه واحده. لك ان تتخيل يا كريم 55 تمريره للمنتخب المغربي مقابل 185 تمريره لمنتخب ملاوي. طبعا وضع في الاعتبار ان ملاوي لما جابت الهدف المبكر هوب كله رجع زون ديفنس عشان يحافظ على الهدف. وبالتالي انا مش عايز اخد ماتش ملاوي ك يعني اكزامبل او ككوبي وبيست ان هو هيحصل قدامنا. لا، انا اشك، انا اعتقد ان هو هيشيل واحد من الاثنين اللي قدامه، هيكمل بالنصيري، هيشيل ايوب الكعبي، ممكن يشيل النصيري ماشي بشكل كويس من بدايه البطوله، هيشيله ويحط لنا واحد في نص الملعب عشان يرتد مع الثلاثي المتوقع لعبه في
نص ملعب منتخب مصر. وبالتالي انا شايف ان احنا افضل حاجه محتاجين نعملها ان احنا نكمل زي ما قلت لك في البدايه زي ما عملنا مع كوت ديفوار التراب المصيده. ايه المصيده؟ ما تهاجمش، سيب الكره للمغرب زي ما في البدايه سيبنا الكره لكوت ديفوار وسيبهم هم يطلعوا وسيبهم يخرجوا من منطقه الجزاء وما تلعبش معاهم على الاستحواذ. لو لعبنا على الاستحواذ احنا اللي هنتعب، هم مش هيتعبوا. انا في وجهه نظري احنا ما زلنا يعني ايه بنخطو خطواتنا في البطوله. اول ماتش حلو نلعبه هو ماتش كوت ديفوار، فبالتالي كل ما انت بتحافظ على مجهودك في بدايه المباراه كنت بتكمل وضع في الاعتبار. طبعا طبعا تاني ان احنا استفدنا من اصابه فرانك سي زي ما قلت في منتصف الشوط الاول. فانا وجهه نظري احنا محتاجين نكمل بالسيستم بتاعنا، بس عندنا ازمتين. الازمه الاولى تتلخص في اصابه محمد الشناوي، وبالتالي انت هتنزل محمد ابو جبل، وبالتالي محمد ابو جبل هياخد التجربه من بدايه المباراه، فان شاء الله يبقى في الموعد. الازمه الثانيه عندك انت اكد غياب حمدي فتحي، فبالتالي اتمنى ميبقاش في اي اختراعات في التبديل. نزل زيزو وريح دماغك، بلاش انا اسف بينك بيشنز. زيزو شمال 8 ولا يمين 8؟ والله ما هتفرق.